بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على وجه الكتاب هدى وذكرى للألباب ليخلصهم من ثالوث الشباب، محنة الاضطراب وفتنة الاحتراب وظلمة الاغتراب والحجاب، وليخصصهم بمنح الاقتراب فتحا لباب المتاب والدعاء المستجاب والتنزلات الألطافية العذاب. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. وصل اللهم وسلم وبارك على من تلقى الوحي منك روحا وتنزل إليه من لدنك نورا مجرئا يتنور الإدراك وأن يتشدد الحراك، وبهذين عيب الحراك والإدراك تستقيم تنتهض الهمم وتتوت القجم وتستقيم الخطى على صراط شكر النعم. اللهم اجعلنا من شاكرينك ذاكرينك حق ذكرك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وعلى الصحبه والآل ثمرات والظلال، ومن أحبهم وآثرهم واقتفى آثارهم إلى يوم المآل. وبعد، فقد انتهى بنا التدبر المتواضع إلى ثالث المقاطع لفاتحة الكتاب، وهو مقطع مسمى بمقطع الدعاء أو الطلب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وفي ترتيب المقاطع لملاحظة النظم أسرار لائحة وفائحة بمعاني قمة في الباب. نسبق لنا قلنا لكم أن المعاني مستفادة من القرآن، قد تستفاد من الكلم، قد تستفاد من التركيب الأصلي، وقد تستفاد من الترتيب والتعقيب، وقد تستفاد من سياقات السبك العجيب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. فمن مقطع الحمدلة إلى مقطع الصلة إياك نعبد وإياك نستعين، إلى مقطع المطالب المكملة أو المكملة طلب الهداية إلى صراط الله ثباتا ولزوما وارتقاء وانسجما غاية الانسجام. وهي التي ينبغي بنظرنا المتواضع أن يصلي بها المصلي حتى يبتعد بصلاته عن وضع الخداج. من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداج. سبق لنا أن من معنى الخداج سقط، ميتة، أخدجت الناقة أسقطت والدها من غير تمام. تفهم؟ وهذه إن شاء الله الآن لنا مع وقفة صغيرة في خاتمة الخاتمة من فاتحة الكتاب قبل أن ننتقل إلى سورة السلام، نقف على ما ينبغي استحضاره واستصحابه أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنك تصلي بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أي لم يقرأها، يقرأ بها أي يصلي بها. انتبه معي. ولا تراد القراءة للألفاظ، لا تراد القراءة لمجرد القراءة فتصبح لوكا صوتيا، وإنما تراد الألفاظ للمعاني، كما قالوا عن النقل: لا عبرة بالأواني دون موعاها من المعاني. فلذلك مع مقطع طلب والذي سنتناول منه إن شاء الله كما هو يعني منهجنا البسيط في تناول آيات الكتاب ودلالته، هنا مع بشقة الدلالة، دلالة مفردة لأنها تمثل لبنة
التركيب أصله مفردات وصلات ومستشبهات تراكيب. في اللبنة هي المفردة، هنا تسميها الغريب إذا كانت بحاجة إلى شرح وإيضاح وتحديد وتدقيق يقال فيها غريب، لا بمعنى المستغرب المستنكر الملحوشي من الألفاظ، لا، غريب على زي غريب القرآن لابن المنير، غريب القرآن للشامين الحلبي، لبعنى ما يحتاج إلى إيضاح. والناس مختلفون فيما يحتاج إليه من الإيضاح إزاء مفردات القرآن، من واضح بنفسه ومحتاجون إلى قاموس ومحتاجون إلى أسرار بيان ومن أحسب الشويات الناس وحاجتهم في الموضع نفسه إلى بيان محض زيادة بيان. ومن الغريب معاني الغريب إلى معاني التركيب، لأن هذه الكلمة الغريبة كهجينة تجدها في التركيب، هجينة الصراط المستقيم، وتجد أنها التركيب معه معقبات ومستشبهات، صراط الذين أنعمت عليهم، جملة البدل ثم جملة الصفة غير المغضوب عليهم، والاحتراز. والكلام كلام بآخره، كلام بتمامه، معجزة النظم، لأنه حين تأخذ الكلمات مواقعها من تركيب، ويأخذ تركيب موقعه من ترتيب، ويأخذ ترتيب موقعه من السبك العجيب، هذا هو الذي يشكل ما يسمى بالنظم المعجز، ومنه تشطع أنوار اللائحة من أسرار الفاتحة ابتداء قبل أسرار غيرها. أزل يدك. فعودا على بدء، وأنا في شيء بعض من التكرار لكي يترسخ عندكم المنهج في النظر، أنا ما عندي غرض في أن ننظر فقط إلى مفردات الكلمة. فلذلك قبل أن نبدأ سؤال وقد سبق ولكن أعيده، ما وجه نظم جملة الدعاء بجملة الصلة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فيها في الحديث الصحيح القدسي، هذا بيني وبين عبدي، فسميناها آية الصلة، وما أجملها من صلة بينك وبين ربك، تعبده وتستعينه، العبادة منك هي حقه، والاستعانة إحسانه إليك في مدد منه على العبادة وغيرها، مدد أدنى ومدد أسنى وأعلى. ما وجه الصلة أو وجه النظم؟ وجبيا في سؤالا هنا نجيب جوابين عنهما، وجه النظم، وثاني ما بعض تتمات تتعلق باللغة لعشاق اللغة من طلبتنا، وحق لهم أن يعشقوا لغة الكتاب، اللغة الخالدة. القرآن سيتلى حتى في الآخرة، وحتى في حين يصير الناس إلى ما يصيرون إليه من نعيم الله الذي شاء، ولهم في القرآن يتلى، يقال للقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارقى وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي وارتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. أما وجه النظم فبين، ولو شألت أحدكم لماذا نظمت هذه الآية ماذا وضعت يهدينا بعد إياك نعبد وإياك نستعين، الجواب لأن الدعاء عبادة، فانتظم بآية إخلاص العبادة في غاية الانتظام، ما كانش تنافر في النظم بين إياك نعبد وإن إهدينا، فلازلت على خط التوجه، والأصل في الدعاء هو توجه، وبدون توحيد التوجه والالتجاء لا تكون إجابة أبدا. عندك حتى قال بعض العلم في قوله اللهم، هذه كلمة اسم الجلالة في مقام الدعاء ماشي في غير مقامه، لا يمكن أن تقول اللهم إلا وأنت تدعو، عندك الميم عوض عن ياء النداء، عندك يا الله اللهم، والأكثر اللهم بالتعويضي وشذي اللهم في قرير، هذيك اللهم الميم تعويض من يا أيها. قالوا الميم هناك في اللهم ميم جمع عليها شفتيك
ودماغي اجمع عليها همتك. فما كان العوض في لغة الكتاب اللي هي لغة معجزة دون أن يرتبط اللفظ والصوت بالدلالات المعنوية. تابعوا معي شوي، هذا ليس فيه فلسفة زايدة، فلسفة اللغة التي اختارت للكتاب الخالد. فاللهم قالوا اختار الميم الجمع لأن الاسم الجلالة اسم جامع للصفات الكمال الإلهي، فحق له أن تكون معه ميم الجمع، ماشي ميم الجمع التي تكون في ميم الجمع مع الضمائر. تابعوا معي شوية. ثم من أجل أن تجمع عليها همتك، اللهم يا الله، كما إذا كانت يا النداء التي فيها مد الصوت من أجل جعل الداعي أكثر تطلعا إلى جهة النداء، ولذلك قطعت الهمزة في الله مع أنها همزة وصل، بسم الله سقط في الوصل، ولكنها مع ياء النجاة تثبت، وهذا من خصائصها. أقول يا الله حتى يتأتى لك أن تمج على لغة المجين للمقصور منفصل، أو على الأقل تثبت الألف وهذا أصل المج. إذن الانتقال من إياك نعبد إلى إهدنا هو طلب الاستقامة على الصراط، وفي الحقيقة لأن الدعاء عبادة، وهذا صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، حديث في 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 جامع الترمذي بسند حسن، وحسن هو الترمذي نفسه، هو العبادة. إذن أضف إليها أن الدعاء بما فيه وما معه وما هو مطلوب فيه من شروط وآداب وملابسات يكاد يكون هو العبادة. فيه من الأسرار ما إذا خلت العبادة، خذها قاعدة، إذا خلت أي عبادة من معاني الدعاء استحالت إلى جثة ميتة، قل لم يقن، لا تفتح لها أبواب السماء، خذها إن شاء الله، ما فيهاش روح ترفعها، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، السر الذي يرفعه. والأعمال الأصل فيها أعمال القلوب، أحوال النفوس قبل غيرها، تجدين تسمع العمل تبلك الجارحة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فهي القلوب كسب عمل، تنسيح بما يكسبون، تبين لي الأعمال اللي هي صناعية أو ظاهرية أو لها صورة متجسدة، لا القلوب بل هي الأصل. وإجماع علماء العرفان على أن أعمال القلوب هي أجل الأعمال بإطلاق، استقامت وأخسها إذا تدنت، فالحقد والحسد والكيد وسوء الظن فيها، كل هذه أحوال قلبية، أعمال قلبية فاسدة وساقطة، وخلافها أعمال قلبية عالية ارتقي بها صاحبها. ففي الدعاء تضرع، ووحدة التوجه، في إخلاص، في إدار الفاقة والفقر إلى الله، هو سر العبادة. أي عبادة ما فيهاش إدار الفقر لله وأنه الغني الصمد الذي يلتمس منه المجد لا عبرة بها. حج بلا فقر، لما تدارس الفقر وانت فعلا جايب الشعارات كلها تحت الفقر، رميتي حوايجك ورميتي نعالك وصباطك وحيتي ذاك الشعر كاع اللي كان شدك، أحيانا قد يشدك إلى شيء من دون تزاود كل شيء، وغادي دايع في هذوك الجهات اللي كانوا فيها الصالحين، كانوا فيها الأئمة الكبار، شعائر مشعرة بما مر معه ومعاشته من أحداث كبار من تاريخ الإسلام في تاريخ الهداية، وانت خدمش تقول ماذا تقول، تتنادي بواحد اللحن اسمه لحن الفقر. لبيك أنا جيت عندك، عيطت لي أنا جيت، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك كله لك، نعمة منك ولك والكمال لك
والملك والتصرف قبلا وبعدا ومعا لك، ماذا بقي لك؟ إظهار الفقر. العبادة إذا خلت من إظهار الفقر الذي هو سر الدعاء، الحديث لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل لله. تقول يا ربي في ذي وما كاين كاع، قال الله يك وخو عبادة ما كاينش أنت فيها. انتبهوا يا شيخ، لا تستفيدوا منها أنوارا. ما ندخلوش في الجدل الفقهي، واش الكاروسري صحيح، واش هذاك الشيء تيخدم ولا لا، واش ماشي السيارة ولا لا، ما ظاهرها ما يسمى بالإجزاء، واش مجزية في الظاهر. إذن انتقال من إفراج الله بالعبادة إلى إظهار الفقر بسؤال الله بأجل مطلب لتلقي أجل موهب، موهب أو موهبة، أجل مطلب لنيل أهم مر أجل مطلب أجل موهب أو أجل موهبة، وهو الهداية إلى صراط الله المستقيم، أو هداية صراط الله المستقيم. ثم عندنا سؤال نؤخره إن شاء الله الختمة، هو لماذا العبادة ولماذا الاستعانة؟ هو سؤال عندكم جوابه، ولكن سؤال جواب أكبر الذي يطلبه السؤال أكبر مما يتخيل. لماذا نتعبد الله تبارك وتعالى ولماذا نستمد منه؟ ولنا الحاجة في العبادة إلى مزاد هذا لا يجهلها إن لم لا يعرفوا معنى العبادة. تكليف كبير سمجد. ولله فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من عبد. كي تتزكى بالعبادة خصك واحد الجهد كبير. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لقد خلق الإنسان في كبد، أي ليكابج. ما هو ليكابج. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي جسد. إن عرضنا الأمانة على السماء فأبين وحملها الإنسان. هذو استعفوا وهذا تصدى. وهي هي. وهي اللي تو تصدى لها قام بها. حملها فخانها إنه كان هيبة شبار الغالب. الحكم في الهيبة شبار الأكثرية. نشور. قليل من عبادية الشكور. ثم مسألتين تتعلقان باللغة، وهذا أحيانا قد يقطع الوصل في معاني الفتحة ولكن لابد منه. فكلمة السين والتاء في فعل نستعين هي كما هو الأصل فيها للطلب، حيث عندنا زيادات التي تكون في الصياغ، في صياغ الأفعال كلها لها معنى، وهي باب عظيم هو بالصرف اللي هو علم من علوم اللغة الاثنى عشرة مطلوبة في علوم القرآن. ملك ابن حجر رحمه الله له باب اسمه باب معاني الصياغ، هو الذي جد عليه فيما بعد فيما نظم من بعده، ومن صواطع الجمان في المعاني والأوزان تاع الشنقيطي رحمه الله، سيدي محمد بن عبد الله العلوي ولد صاحب المرقي، ابن صاحب مرقش، له نظم جيد جدا لطلبة العلم فيه. واخذناها معاني السين والتاء في الفعل إلى قرابة عشرة معاني، مع أن ابن حزم نص على ثلاثة وهي الأكثر فعلا، ورأسها هو ما في السورة، كأن أم الكتاب خصت برؤوس المسائل حتى في اللغات. في السين والتاء في الأصل للطلب، وباب الاستفعال للسؤال لديهم في غالب الأحوال، هذا من نظم الذي على ابن حاجم للسؤال صريحا كما في استغفار استعانة، وتقديرا كما في استخرج، لأن المستخرج هو يطلب، المستخرج يطلب لكن بالتسبب لا بالدعاء، والاستغفار يطلب بالصوت وبلسانه، الآخر يطلب بتسببه. الاستخراج هو طلب ولكنه تقديري مقدر. والثانية للتحول استحجارة طينه
سارة حجر واستنوق الجمل ودعكم واستنصر البغاة بأرضنا صاروا نشور بغاة ضعاف الطير تسير وهذا يكون مدحا ويكون دما بحسب الحال. والثالثة أن يجري على حكم مجرده فيكون متى استفعل بمعنى فعل كما تقول كما سيجول إن شاء الله في المستقيم استقام بمعنى قام واستقر بمعنى قر فليس فيه شيء بمعنى السؤال ولا الطلب لكن نستعين الأولى شنو تالي طلب طلب العون والطلب عنده صورة إما تطلب دعاء وإما تطلب بالسبب إما بالطلب وإما بالسبب فالمستعين بالسبب هو مستعين ولذلك بهذا الاعتبار قد تتحول العبادة إلى مستعان بها استعينوا بالصبر والصلاة وصبح الصلاة عبادة وعون لك فانستعينوا بالعبادة على ما هو أعلى منها كعبادة أش تحمل أش القدرية استعينوا بالصبر والصلاة على أش على ما يصيبكم من آلام وأقدار الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فجاء إلى الصلاة كيف مستعينا بها هذا كيف استعانوا بالعبادة والصلاة على المقادير المؤلمة لأنها بذكر الله يسمع أنه سينزل على شيء ألم أول ما يقابل الألم منك نوع انزعاج واضطراب باطني وقدر فأنت حين تستكين بالذكر تستقر فؤادك وترجع الأمور إلى بارئها الاسترجاع هو تذكر الرجعاء إليه هالسين والتانة لي مش طلب الرجوع إن إلا هو رجوع وإنما تقرير الرجوع تتذكر تسمى الاعتقاد والسين والتائي للاتخاذ وللاعتقاد استصوب الرأي من اعتقده صوابا لا إلى معاني تصل إلى عذراء ولو بقي يعني إن شاء الله أمور يحتاجوا إليه الطلبة لا لملئنا عليهم يعني المعاني الأخرى ولكن هذه الثلاثة هي أعلى وبها صدر ابن الحاجب قال تكون لي للسؤال سينوت للسؤال وللتحول هو ذلك السيرورة اللي قلنا استحجارة استنواقة وتكون بمعنى فعل أي لمجرد الفعل وهذا المجرد لا يكون للمجرد وإنما يكون لتأكيد المعنى وتقويته وهذا جينا إن شاء الله في باب استقامة إن شاء الله من المستقيم مادة مستقيم ثم عندنا شيء يتعلق أيضا بعلل الظرف وهو في الحقيقة اللغة وهي قراءة الأعمش وهو من أئمة القراءة على أن قراءته فيها متواتر وفيها شد وهذا من شدي وهو نستعين إياك نعبد بالفتح لا غير خلاف اللي من ذكر الكثرة هنا ولا يجوز لأن الثالثة مضمون نعبد وهذا نستعين بالكسر هذه راه لغة وينبغي أن تحفظ لأن من مقاصد حفظ الشاد حفظ اللغة الأعمش وكسروا ذي وصحى كسر ذي لغير ياء الاتقال إلا الياء الياء لا تكسر من حروف المضارعة المفتوحة فلنقول لو كانت الياء يستعين فلنقول يستعين لماذا الاتقال الكسرة على الياء إذن نستعين هذه لغة لبعض العرب بل إنهم بعض من قريش وهي فصيحة وبها قراء الأعمش وهي من القراءات الشواذ الأربعة مش نجح ولكنها دون إشناز المتواتر ولا تختلف ولا مع رسم ولا مع أصول اللغة ففي هذا الجوالي نستعين بالنون بكسرها معنى الأصل عندنا في حروف المضارعة أن تكون مرفوعة في غير ما أصله رباعي فتكون مضمومة وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي قل أجاب الرباعي مضارعه يو يجيب أنا أجيب هو يجيب تنضم الحروف المضارعة ومن غير الرباعي ومن سواها يجي يفتتح تجي مفتح يكون مفتح فنقول استكبر يا استكبروا استحسن يا استحسنوا استعان يا استعينوا ولكن هذه تجيء مكسورة اللغة فليش إلا الياء لتقل الكسرة على الياء لأن الياء أسفل المستفلة
عند حروف الصلة، عند حروف علماء الصلة في المخارج، الياء أسفل مستفل، وهي آخر الحروف في ترتيب الهجاء. إي فكسرها يزيدها استفالا فتقول كثيرا، فيقالوا لثقلها لا تكسر. وربما يجي الواحد فيقول احتجوا عنا بقراءة شعبة لا إلا لا يهدي إلا أن يهجى بكسر الياء مع الهاء، هذيك ماشي كسرة لغة وإنما كسرة إعلال لمناسبة كسرة الهاء عنده. إن سيدنا حفص الشيخرة يهدي، وشعبة وأخوه عن عاصم يهدي، فيزيدها كسرة لمناسبة كسرة الهاء، فهذه كسرة للمناسبة ما هذه كسرة اللغة، هكذا نطق العرب هنا. زين، إذن بعد هذين التنبيهين متعلقين بصيغة صيغ الفعل في القرآن، وهذه مفيدة لنا وستنفعنا إن شاء الله في مسائل، لأن هناك قائل إن تغييرات الصرفية تغييرات بنيوية ولا شأن لها بالدلالة، ولكن نقول نحن لها شأن إن شاء الله، لأن ملاحظة الأصوات تحت الكلمات تدخل لها مدخلية في الدلالة، وهذا انتبهوا إليه إن شاء الله يتنمى هذا الوعي شوي في القراءة حتى يصلح أن يكون وجهة موسعة لنظري في كثير من آيات الكتاب. شوف أنه من تقول سيدنا ابن جني رحمه الله العلم الذي أقامه هذا الرجل الذي اعتنى بما يسمى بالأبنية الصوتية وما يسمى بالاشتقاق الأكبر اهتم به، ولكن توقفت مسيرة اللغة ناهضة معه لم يكن من بعده من نهض بها شعبه. فيجمع هنا يقول وفعلان للتوران غليان فيضان، وتوالي الحركات لفظية لتوالي التحركات. تفهمي هذا شيء يضرب لك واحد نقش على الفهم بأن الأجراس الجرس اللغوي الجرس اللفظي لإيقاع الصوتي له صلة بالجلالة. إذن في البنية هذا صلة العرب حين يضمون وحين يسكنون، وحين تسمع هذه وسكنت تخفيفا وضمت إشباعا، وهذه كلها أجوبة لغوية، لكن لا 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 يتساءل عما وراء هذا المنوان التخفيف والوان الإجباع وغيره من 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 أسرار اللغة. ثم إذا رجعنا إلى جملة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فإن أول ما يتوجه إليه النظر في دلالة معاني هو اهدنا، اعتبارها فاتحة الجملة الطلب. أولا من حيث دلالة صيغة طلب اهدي طلب، ونوع الطلب دعاء، إنه من دان لعال أصبحوا للطلب، أصبح طلب أنت تطلب هناك، ولكن ما دون تطلب إلها عاليا فيسمى طلبك دعاء. الأمر من عال لدان حريري وعكسه الدعاء ففرق شمهوري، ومن مشاوين التماس ذي الرتب لطلب جهته لما نشب أو لما نشب نشب في الجهات بحسب الجهات، فكان الأمر كان الطالب عاليا والمطلوب نازلا وعكسه. إذن فإذا كان من عال لنازل يقول هذا أمر الله يأمرك، والله يقول يطلب منك أبدا تحدد معان، وأنت في مثل هنا بل اغفر لنا داع ولا نقول آمر، اغفر مع أنه صيغة الإعراب تقول اغفر فعل أمر، على هذا ما في أدب ولا لغة ولا فهم، اغفر فعل دعاء دعاء، ولا تقول في الإعراب فعل أمر ستأمر الله باش يغفر لك ولا إيه تفضل. ومن مشاوين التماس، تمي كل واحد منك مثلك مثلوش يقول له التمس منك، لكن تدخل المجازات وتوسع بها في اللغة فيصبحوا الالتماس أمرا، قل سيدي أنت التماساتك بالنسبة لأوامر هنا ترفعه عليك شأنا قدرا، فتبقى تقول التماساتك أوامر عندك. إذن فاحفظوا أولا الوضع في إطلاق اللغة، ثم التوسع في الإطلاقات التجوزية المجازية التي توسع اللغة وتوسع الكلام وتوسع الفهم
إذن جملة الطلب هي جملة دعائية واضحة، أنت داعٍ هنا، وداعٍ بصيغة مادتها الهداية، إذن دلالة الصيغة دعاء، طلب دعاء، ودلالة المادة من هداية، هدايا يجي إيجي، فهو أمر من هذا، من هدا ويجي إيجي. ثم هي في تركيبها القريب مشندة إلى نا اللي هي الآن ضمير متصل في محل نصب، إيجي أنت يا الله نا، مصاري لي بالكاف إياك، إيجينا صراط المستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من صاحب الدنيا. وتعن اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا وجعل الله يثني لنا وجعل صلاه على من ظلمنا، والحمد لله رب العالمين.